يسأل هذا المستمع فيقول: تطوع شخص بأن يقوم بتكاليف مصاريف الحج لشخص آخر، علما بأن ذلكم الشخص لم يطلب منه هذا التبرع، إذا قبل ذلكم التبرع هل حجه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، وكونه يحج من ماله إذا كان يستطيع، كونه يحج من ماله وينفق من ماله هذا أفضل له، لكن لو حج من مال غيره قاضت نفس الغير بذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.